كلما ناديت ياهو قالت يا عبدي أنا الله في ربيع الأطلع الله وأتى خطر من الله 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 في ربيعي كان بلاد شبيعي صاحب القدر الرفيعي ملاه قد أيد الله صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه قد فرحنا وبنين القصر فوزنا في جمعا قد فرحنا وبنين القصر فوزنا يا رسول الله قيمنا وعلينا أنعم الله صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على وعلى آله وصحبه يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي وهاجرني بالله بك إن أوزرت ثقالي صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد صاحبي قل هللت الخلق طرا ونبت من عداك والتجأت لك يا من لا يخيب من عتاك صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه يا موليد قد جل قدرنا كسر أصنام جهرنا موليد قد جل قدرنا كسر أصنام جهرنا وبه إيوان كسرى فتمر صبيعا من الله صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله على طه خير الخلق صلى بعد موت نام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلى الله على طه خير الخلق وأعلاها صلى الله على طه خير الخلق وأعلاها يا ليت شعري هل أرادك الضريح قبل موتي والسلام صلى الله على طه خير الخلق وأعلاها صلى الله على طه خير الخلق وأعلاها
إيلادك الحبيب الموت من وجدي يا طيب اجعل لقاك لنصيب يا خاتم الرسل الكرام صلى الله على طه خير الخلق ليس لي عيش يا طيب والدمع من عيني صابر إلا ما أزور ذاك المقام صلى الله على طه خير الخلق وأعلاها صلى الله على طه خير الخلق وأعلاها أهلك سلم طه فمهدينا له القمر وتاخرت المبار به على كل الألم صلى الله على طه خير الخلق وأعلاها صلى الله على طه خير الخلق وأعلاها حليمة لما رأت أنواره قد أشرقت بلت إليه صلى الله على طه خير الخلق وأهلها يا صلى الله على طه خير الخلق وأهلها وأنشدت وهي تقول لبعلي من القبول يشك فيها بالرسول هذا المضلل بالغمام صلى الله على طه خير